وللحديث عن استمرار أزمة المهجرين المسيحيين في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الأكاديمي والباحث والسياسي صبحي توما. أهلا بك معنا أستاذ صبحي. أهلا وسهلا، حياكم الله. شكرا لكم لطرح هذه المواضيع. أهلا بك. بداية أستاذ صبحي، يعني رغم المناشدات المستمرة لإبقائهم داخل مخيم مريم العذراء في بغداد، اضطر المسيحيون المهجرون في المخيم إلى النزوح مجددا والانتقال إلى المدرسة الكلدانية كما تعلم. يعني كيف تفسر إصرار الحكومات المتعاقبة على تهجير المسيحيين؟ جاء في إحدى مداخلات البطرة كساكو أن العوائل المسيحية الباقية في العراق تغادر بمعدل 20 عائلة في الشهر الواحد. هذا كلام لممثل المسيحيين في العراق. العراق يحكمه مهاجرون، كل الموجودين في السلطة عاشوا في الهجرة ويعرفون إلى حد ما قوانين حماية المهاجرين. الدول التي تعيد المهاجر قسرا تدان من قبل شعبها ومن قبل المنظمات الدولية. إقدام حكومة السوداني على إقصاء سكان مخيم هم ضحايا للنظام، لأن هؤلاء ضحايا للنظام، وسبب إقصائهم وإعادتهم إلى قراهم المهدمة هو أنه النظام يفضل مجاملة أصحاب الأموال والاستثمارات في بيع أرض حكومية من أجل تشريد الفقراء. هذا هو دليل أن هذه السلطة لن تختلف عن سابقاتها، وهذا هو مقياس والحكم لاختبار حكومة السوداني. الأرض ملك للدولة، والسوداني قرأت في برنامجه الحكومي يقول في النقطة الثامنة أنه ينوي إعادة المهجرين بعد توفير مستلزمات ومقومات العودة. هل قام السوداني ببناء وهل أقام بإنارتها وهل قام بتأهيل المدارس حتى يقول لهؤلاء عودوا إلى قراكم، أم أنه مستعجل لترضية أصحاب الأموال؟ لأن مشروعه أنه الدولة تدار كلها بأصحاب المصالح الخاصة وليس الشعب. في العراق أتذكر قبل الاحتلال كان هنالك 3 إلى 4 ملايين عامل أجنبي عمل في العراق، بعد موت العراقيين بآلاف مؤلفة وبعد تهجير أبنائه غير قادر على مساعدة المهجرين. هم ضحايا السلطة وليسوا ضحايا جهة أخرى. كان بإمكان السوداني ومن سبقوه أن يقوموا ببناء هذه المنطقة لإسكان ضحايا الحرب. العراق استلم المليارات من الدعم الدولي، والمنظمات الدولية تساهم برعاية اللاجئين، إلا أنه يفضل بيع هذا المكان لشركة بدون بأكيد ومؤكد أنها الوساطات الحكومية. ما طيب. تفضل خدمة ضحايا الحكومة. سيد صبحي، يعني هل تعتقد أن الموضوع متعلق فقط بالفساد أم هناك استقصاد أو تقصد يعني لعدم عودة اللاجئين أو عدم عودة النازحين المسيحيين؟ هنالك الاثنين. أولا، الدولة الفاسدة ماليا هي فاسدة سياسيا وبالنتيجة لا تهتم بشؤون مواطنيها. ثانيا، بعد اقتلاع مهاجر ولاجئ أو مهجر لمدة 6 سنوات 7 سنوات واضطراره إلى الانتقال من مكان إلى آخر، ومن ثم
إقامة علاقات جديدة مع المدرسة مع الجيران. يصعب على المهاجر أو المهجر أن يعود وهو فاشل. كل تاريخ الهجرة بالعالم لا يعطي مثلا لعودة المهاجر الفاشل. الذين يعودون من الهجرة هم الذين يحققون نجاحات فقط. أعضاء الحكومة الحالية عادوا إلى العراق لأنه أعطوهم النظام والسلطة. فلهذا السبب أكيد أن حاجة الناس إلى مدارس وحاجة الناس للعلاقات الجديدة التي أقاموها ليسوا مستعدين لعودة إلى قرى لا يعرفون من يرعيهم ومن يحميهم. لاحظت أن سكان مخيم مريم العذراء أشادوا بكون أنه هناك منظمات وكنائس تساعدهم. في قراهم النائية حيث هدمت لا يوجد من يهتم بهم، وأموال اللي رصدتها الأمم المتحدة للمهاجرين الكل يعترف أن الفساد منع وصولها كاملا إلى هذه القرى. هذا المخيم الأرض بإمكان المنظمات الدولية بدعوة الكنيسة وممثلي المسيحيين إلى شرائها وتسكين هؤلاء عوضا عن إعادتهم مرة أخرى. وهذا القرار سيكون مقياس الحكم على جدية السوداني أو عدمه. نعم، يعني في ظل وجود جميع هذه المعوقات التي تحدثت عنها أستاذ صبحي، يعني هل الأمل ما زال باقيا بعودة المسيحيين المهاجرين إلى العراق، لا سيما بعد مرور أكثر من عام كما تعلم على دعوة الكاظمي لهم للعودة إلى أرض الوطن؟ هل هناك أمل بعودتهم؟ عودة المسيحيين من الخارج إلى العراق، إذا كان هذا سؤالك فجوابي لن يعودوا. لن يعودوا لأنه الشرط الوحيد لعودة المسيحيين هو تطمين المسيحي بالعراق. قرأت للبابا البطرك ساكو يقول المسيحيين هم مواطنين من الدرجة الثانية. أنا قبل بعد الاحتلال مباشرة قلت في أكثر من محاضرة ومداخلة أنه انتهى، المسيحيين سينتهون من العراق ولا مستقبل لهم. الجهة الوحيدة القادرة على إعادة المسيحيين هو إدخال بند المساواة بين المواطنين، وهذا البند لا الدستور ولا القيادات السياسية العراقية التي كانت تتشدق بالحرية حين كانت لاجئة في أوروبا لم تتجرأ على إدخال هذا البند، وحتى كتابته كتابة سيئة. نعم، إذن نشكرك جزيل الشكر. ضيفنا من باريس، كنت ضيفا عبر الهاتف، الأكاديمي والباحث السياسي صبحي توما، شكرا جزيلا لك.